من المركز الرابع والفرقة عنيدة موجودة بتنافس والناس طمعانة فيكوا قوي، طمعانة تشوف منكوا أداء متميز وما زلت الحقيقة في ده، إلى هبوط للمركز الثامن، أسبابه إيه من وجهة نظرك؟ بصراحة يمكن في ضغط شوية، يمكن ضغط المباريات وإن إحنا بنشارك في بطولة واللعيبة برضو الدوري ده على طول، يعني الدوري اتفاجئنا إن كل 3 أيام أو كل دوري أربع طحن ما فيهوش كل تلات تهريج. أربع أيام بتلعب مباراة، وإحنا بنلعب في بطولة وكنا بنلعب الكاس، فبنلعب بطلب بطولات وفرقة لسه برضو صعبة، فمحتاجة برضو خلينا تركيز برضو نقول تركيز التركيز والدكة كمان، يعني الجهاز الفني لازم طبعا هو بيحاول بقدر الامكان ان هو يجهز اللعيبه كلها، ان لازم اللعيبه تبقى عنده لعيبه البدلاء زي الاساسيين بالظبط بالظبط عشان كده. يقدر يوصلوا المشوار اللي احنا موجودين فيه. فده يمكن نتيجه الضغط اللي علينا ممكن يكون اثر شويه علينا، بس عايز اقول لك حاجه، يمكن معظم المباريات اللي احنا خسرناها كنا نكسبها، كل الفرق يعني عاملنا بتعاملنا بشكل كويس او بتحترمنا بشكل كبير فبيرجع يدافعوا. يمكن المباراه اللي خسرناها مع احترام الوادي دجله كانت كوره بس في المباراه، واحنا تقريبا كنا مستحوذين على المباراه وخسرنا. فهو الدوري زي ما بقول لك، هو الدوري دوري صعب وما علينا ان احنا نجتهد شويه وان شاء الله نعوض المباراه اللي جايه. وزي ما انت عارف انت بتكسب ماتش وتخسر، يعني بتخسر مباراه بتنزل، بتكسب ماتش بترجع، يعني بتقدم ثلاثة اربع مراكز يعني. طب انت مجرب القصه اللي انا هقولها لك دي، وانت في بتروجيت كانت مفاوضات كل الانديه المصريه تقريبا حاطه عينيها عليك، وكنت انت في بتروجيت وكان كمان محمود عبد الحكيم، الفرقه اللي طلعت كده ديت من الخفا كسرت الدنيا مع كابتن مختار مختار، تمام. هل هو نفس الموضوع بيتكرر المره دي بقى مع باختلاف الاسماء بقى، المره دي دونجا وعمرو بركات والمجموعه اللي طالعه دلوقتي في مصر المقاصه الانديه كلها بتكلمها، فده شاغل تفكيرهم ومخليهم خارجين على التركيز شويه؟ ممكن يعني، ممكن ممكن. يعني هنقول سبب، مش هنقول هو يعني السبب الرئيسي، لكن هنقول سبب طبيعي ان اي لعيب بيظهر في اي نادي، وبالذات لما يكون عندك ما شاء الله لسه فرقه صاعده وبتلعب في بطوله وعامله اسم بشكل كويس، فطبيعي ان كل الانديه هتكلم لعيبتها، فده ممكن يكون سبب برضو من الاسباب اللي هزتنا شويه. لكن عندنا لعيبه يعني بصراحه محترمه، محترم النادي اللي هم فيه، بيتعامل يعني بيعملوا بشكل كويس او بي مقدرين الوجود التواجد اللي هم في فرقه محترمه واداره محترمه وجهاز محترم، ان هم عايزين يعملوا حاجه مع الفرقه اولا. انتوا مستحقاتكم ماشي كويس. الحمد لله، الحمد لله كل شيء يعني بصراحه كويس، ك ك يعني ك ك كتعامل انساني او كتعامل طبيعي كده يعني عادي، الحمد لله حاجه محترمه جدا، ربنا كرمنا برئيس نادي محترم اللي هو محمد سلام، يعني حادث ولا حرج، يعني راجل حاجه يعني محترمه قوي في الكوره.